تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد طلب مني أن ألقي كلمة يسمعها الإخوة الحاضرون في الدورة الأولى التأصيلية التي في مدينة هرجيسة القطر الصومالي. يقوم على هذه الدورة مجموعة من مشايخ أهل السنة والجماعة حفظهم الله، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالحضور بإخواننا الطلاب والمحبين والمشاركين، وفي مقدمتهم المشايخ الذين يقومون بهذه الدورة، وهكذا أيضا من كان من سفراء أهل العلم من الدعاة إلى الله عز وجل والمفيدين. فأقول جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ووفقكم الله إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، ينبغي أن نعلم علما يقينيا أن أحوج ما يحتاج إليه المسلمون أن يفقهوا في دين الله عز وجل، فإن التفقه في دين الله أصل كل خير ومنبع كل فضيلة، وهو أكبر إصلاح في أوساط المسلمين، إصلاح عام وخاص، وإصلاح صافي نقي. إذا كان القائمون على التعليم يسيرون على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه السلف ومن تبعهم من الأئمة في باب التعليم والدعوة إلى الله والعمل بمقتضى الشريعة، وإما يدلنا على أهمية التفقيه للناس في دين الله وأهمية التعليم من أجل أن يكون المسلمون عندهم علماء، أن يكون عندهم علماء، وأن يكون عندهم من يقيم لهم دينهم من أئمة المساجد والخطباء والمدرسين. يدل على هذا ما أخرجه ابن سعد في الطبقات رحمه الله، وهو أثر جيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع ذات مرة بمجموعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال لهم تمنوا، فقال بعضهم نتمنى كذا، وبعضهم قالوا نتمنى ملء هذا المكان ذهبا لننفقه في سبيل الله، وذكروا أشياء يتمنون أن تحصل. فقال عمر رضي الله عنه أتمنى ملء هذا المكان رجالا من مثل أبي عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. فانظروا إلى هذا الفهم عند عمر، الفهم السديد الرشيد القوي والمعرفة، بالرغم أن في ذلك الوقت يوجد صحابة كثيرون ينفع الله بهم وينشرون الإسلام ويعلمون، ومع هذا لم يكتفي عمر بذلك، ويقول يكفينا ما عندنا من عدد كبير من صحابة رسول الله، بل دعا وحث على إعداد من يحمل هذا الدين، ومن يكون من حراسه، ومن يكون حاملا لرايته، ومن يكون داعيا إليه، ومن يكون قدوة حسنة فيه. فهذه قضية مهمة، فلهذا نقول حاجتنا إلى علماء ودعاة وطلاب علم على منهاج النبوة أعظم من حاجتنا إلى المال، بل وجود هذا الصنف سبب لوجود المال، وسبب لوجود الرجال، وسبب لصلاح الحال، وسبب لصلاح المآل، وسبب
لكل خير بإذن الله رب العالمين. فندعو إخواننا المشايخ ومن كان له مشاركة وقدرة على نشر العلم النافع وبذله، وعلى الصبر في تحصيله وبذله، وعلى المكوث على الركب في المساجد لتعليم المسلمين وتعليم من يحضر عندنا من أبناء المسلمين، فهذا هو الذي سينفع الله به المسلمين نفعا عظيما، وبسببه تخف الفتن بإذن الله، وبسببه بإذن الله تتهاوى الشركيات وتختفي المنكرات وتذهب البدع بإذن الله، وتظهر السنة وتقمع البدعة وتذهب الحزبية وتدوم الأخوة الدينية النافعة، ويحصل التعاون على البر والتقوى ومجانبة التعاون على الإثم والعدوان. المهم يتحقق خير كثير بهذا التعاون وبهذا البناء العظيم، بناء الرجال، بناء الأجيال، وإعداد الأبطال ليحملوا هذا الدين، ليحملوا هذا الدين. ولتعلموا جميعا رعاكم الله أن دعوتنا دعوة إلى الإصلاح الصافي النقي من شوائب الحزبية والبدعية، ومن شوائب الفتن، ومن شوائب الجبهات، من شوائب القتل والقتال، ومن شوائب التدافع إلى الملك، إلى غير ذلك من أنواع الفتن. فدعوتنا دعوة ليست مزاحمة على دنيا فانية وعلى مطامع زائلة، وإنما هي دعوة إلى الله لإصلاح عباد الله كما يريد الله عز وجل، دعوة تربط الناس بدينهم لا بالأشخاص، تربط الناس بنبيهم لا بأشخاص من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة تجعل أصحابها في عز وفي سعادة وفي صلاح حال وفي أمن واستقرار وفي قبول وفي رفعة وفي قدوة حسنة، والحمد لله. فهذه الدعوة المباركة ينبغي أن نحافظ عليها جميعا، وأن نحرص عليها جميعا، وأن نحذر الفتن بما في ذلك الحزبيات. الحزبيات كثيرة والفتن ذاهبة وآتية، وتارة تعظم وتارة تظهر وتارة تختفي. فنسأل الله لنا ولكم السداد والثبات والرشد، الثبات على هذا الدين والرشد في فهم الحق واتباعه، كما أسأله سبحانه أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، وأن يبارك في المتعاونين بأموالهم والمشاركين برأيهم وتسديدهم وتعاونهم. أسأل الله أن يجعلكم جميعا ممن ينال الأجر والمثوبة عند الله والقبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله.